كيجي خاوي من الوسط بأسهل وأسرع طريقة ومقادير جد بسيطة بطبوط بحال بالون، رائع جدا، تستعملوه في حشوات مختلفة. بسم الله على بركة الله، أنا عندي كاس من دقيق القمح الكامل محيدة منه النخالة الغليظة، عبرت منه كاس، وكاس من دقيق الفينو الأصفر كما كتلاحظوا، وعندي جوج كيسان ديال الطحين الأبيض الفورس. نتوما اختاروا الكمية اللي بغيتو ديال الطحين، أنا هذه هي الكمية اللي استعملت، كاس ديال الفينو، كاس ديال دقيق القمح الكامل، وجوج كيسان ديال الفورس، أربعة الكيسان في المجموع. ملعقة كبيرة من خميرة الخبز كتبقى بحسب الجو، ملعقة كبيرة من الحليب المجفف، ملعقة صغيرة من الملح، ملعقتان كبيرتان من الزيت النباتي أو زيت الزيتون، ماء دافئ لجمع العجين. الحليب المجفف ماشي ضروري، ممكن ديروا واحد كاس ديال الحليب دافي عجنوا به وكملوا بالماء عوض ما ديروا ملعقة من الحليب المجفف، إذا كان متوفر ديروه، إلا ما توفرش لكم كما قلت لكم ديروا كاس ديال الحليب دافي وكملوا بالماء، أو ممكن تعجنوا غير بالماء بالطريقة العادية ديالنا ديال الخبز البطبوط. كنجمعوا، كتكون عجينة اللي رطبة هكا خفيفة كما كتلاحظوا، ما غاديش ندلكها بزاف نهائيا، كنديها وكنجيبها مدة ديال دقيقة ولا جوج دقائق فقط، ونرجعها للإناء وكندهنها بالقليل من الزيت ونغطيها ونخليها هنا كتختمر مزيان. ضروري هاد الايام الجو بارد خليوها كتخمر حتى كيتضاعف الحجم ديالها، في مكان دافي او ممكن تشعلوا الفران وكتطفيو عليه وتدخلوها كتختمر بسرعه. كنخرج منها الهواء كما كتلاحظوا، عجينه كيتضاعف الحجم ديالها، لكم الاختيار، كتقسموها الحجم حسب الرغبه، كبير او صغير نتوما كتحكموا في القياس ديالو، بغيتوا الحشوه اللي تكون شويه يعني الحجم ديالو ديروه صغير، بغيتوا يعني تناولوا هكاك مع الزبدة ولا الزيت ولا اللي بغيتو يكون شوية الحجم متوسط. كناخد شوية ديال دقيق الفينو وكندير كويرات من هاد العجين، كما لاحظتوا العجينة راه رائعة جدا، حصلت على سبعة ديال الكويرات، راه الحجم ديالهم متوسط ماشي كبار ماشي صغار. انا غادي ندير لهم الدلاك، لاني كما قلت لكم بغيتو ديرهم الحشوة ضروري يجي السمك ديالهم هكا رقيق، ولكن ماشي رقيق تاني بزاف، هذا هو السمك اللي كتلاحظوا معايا، وماشي يبقاو غلاظ بزاف. ممكن تقرصوهم باليد ديالكم بطبيعة الحال، ما كاين حتى مشكل، ماشي ضروري انكم ديروا الدلاك. الا بانت ليا شويه كتلصق كنرش شويه ديال دقيق القمح، ممكن تخلطوا بالفورس والفينو في هذا الوقت ديال التقراص، حتى غادي نبسطهم كاملين، كنحطهم في واحد المنديل ونغطي عليهم، وغادي نخليهم كيخمروا في حدود 10 دقائق، ما تخليوش يخمر في هذه المرحله بزاف، ضروري كنأكد لكم يعني غادي تغطيو عليه وتخليوه مده ديال 10 دقائق حتى ل 12 دقيقه حسب الجو. المهم راه غادي يبان لكم انه بدا كيخمر، يعني ماشي طيبوه هو ما خامش، ضروري يكون خمر. كتسخنوا المقلاه ديالكم، تكون نار متوسطه الى مرتفعه، كنحط الخبيزه ديالي، غير كتبان ليا دارت واحد الفقاعات في الوسط ثواني قليله، وكنقلبها للجهه الاخرى وكذلك للجهه الثانيه، كنستمر في التقليب ديالها باش كنساعدها انها تنفخ وكتجي خاويه من الوسط. طريقه راها سهله، والسر ديالها في الطياب، نار متوسطه الى مرتفعه، وكي تحطوا الخبيزه ديالكم كتقلبوها مباشره، غتبان لكم فقاعات في الخبيزه، كتقلبوها للجهه الاخرى وكذلك تعاودوا تقلبوها المرة الثانية، هانتوما كتنفخ كتجي ما شاء الله. غنصور معكم أكثر من واحدة باش تكون الصورة واضحة، هانتوما كيجي محمر وطايب من الجهتين، كيجي ما شاء الله، ومباشرة غادي نحطو في واحد المنديل ونكمل الطياب. دائما كتبقى نار متوسطة إلى مرتفعة، مخصهاش تكون نار مهيلة، كما كتلاحظوا كنحطها كنقلبها ونعاود نقلبها للجهه الاخرى، ها هي بدات كتنفخ بكل سهوله، ما درت لها حتى حاجه، كل شيء واضح في الفيديو، حتى غادي نكمل الطياب ديالهم كامل. هذه خبيزه واحده اخرى كنساعدها، كنبقى نحركها ما نغفلش عليها، نخليها غادي تقساح، استمروا في التحريك ديالو باش كيطيب الطياب كامل وكيجي حتى اللون ديالو زوين حتى تنفخ كامله.
وغادي نستمر حتى نكملهم كاملين. هانتوما كما قلت لكم كتبان لكم فقاعات كتقلبوها وتعاودوا تقلبوها الجهه الاخرى، وغتبان لكم انها بدات كتنفخ بكل سهوله، كلهم تنفخوا معايا بنفس الشكل، وهذا هو الشكل ديالو النهائي. كيجي ما شاء الله رائع جدا، رطب وخفيف بزاف. بغيتوا ديروا الحشوات ممكن تقسموه من النصف وكتعمروه، بغيتوا ديروا الحشوات ايضا كديروا الحجم اصغر من هذا. بغيتوا كما قلت لكم تناولوه بالطريقه اللي كتعجبكم، المهم هي الفكره، راه كيجي خاوي من الوسط وكيجي خفيف ورطب وبالصحه والراحه.